أنا بصلي بإتقان شديد لتقليد النبي بأمره هو في التقليد لغاية ما أمرني بأن أكون أصيل وقال ليها أنت وربك وأخذت صلاتي الفردية من الله بلا واسطة وده أمر لك أنت ولك أنت ولك أنت لكل واحد مننا أن يصير إلى فرديته لأن التكليف بالعبودية تكليف فردية والتكليف بالعبادة جماعية لنصير إلى الفرديات.